دعني انتقل الى فقره اخرى، وهي يعني موضوع او محور اخر، وهو محور التوافق الوطني وحكومه الوفاق. الان كعالم سياسه ايضا، كيف ترى، كيف تقيم مرحله التوافق الان، وكيف تقيم اداء الحكومه الحاليه؟ نعم، كما تعلم احنا كنا تحدثنا عن شرعيه الوفاق الوطني وهي وليده المبادره الخليجيه وآلتها التنفيذيه. الوفاق الوطني يفترض انه ياتي في مرحله يعيش الوطن في ازمه، ويعني في مرحله يحتاج الى ان يعني يتوافق فيها الفاعلون السياسيون حول قضايا معينه. من حيث تقييم هذه المرحله، التوافق الوطني هو مطلوب بشرط، أيضا بشرط أن كما قلت أن يكون مرحلة لتحقيق الأهداف الكبرى في هذا السياق، ونحن وشبابنا وشاباتنا نقصد هنا تحقيق أهداف الثورة اليمنية. هل نحن كذلك؟ للأسف ما من خلال استقرائي للفترة القصيرة، رغم قصر الفترة، يعني استطيع أن أصل إلى الاستنتاج أن ما هو حاصل الآن من عرف بالحكومة الوفاق الوطني، كثير من الخطوات لم تتخذ، هناك عراقيل وصعاب تواجه هذه الحكومة، وهناك إشكالية أعمق، بمعنى أن الذي كان حاكما سابقا ما يزال مصر على أن يعني أن يعيش المرحلة اللاحقة. وفي هذا المقابل، رغم أنني هنا لا أتشائم ولا أتفائل، أعتقد أن على الرئيس الحالي الرئيس التوافقي وهو عبد الرب منصور هادي، الذي ظلم كثيرا لدرجة أنك عندما تشاهد يعني كثير من المثقفين حتى اسم عبد الرب هادي منصور، البعض من يقدم عبد الرب منصور هادي والبعض يقول عبد الرب هادي منصور إلى آخره، لأنه قد ظلم قبل الثورة، عاش في الظل سنوات وسنوات، لأنه حتى لم يصدر له قرار كنائب رئيس تمهيدا لاستمرار التأهيد والتوريث. والتوريث. وبالتالي أنا هنا أخاطب الرئيس الحالي، أقول له أنك صحيح أنك كرئيس توافقي من مخرجات المبادرة الخليجية، وهناك عوامل داخلية وخارجية إقليميا ودوليا، ولكن عليك أن تتذكر أيضا يعني أنك أصبحت الآن تتمتع بشرعية وطنية يمنية، بمعنى الذين صوتوا لك في الانتخابات هم أرادوا أن يضعوا الثقة فيك أنك عليك أن تدير المرحلة الانتقالية التوافقية، خاصة السنتين الآتيتين. عليك أن تتخلص، وهنا ما أخشى، عليك أن تنتقل من دور النائب محبوس الإرادة إلى الرئيس الذي يتملك إرادة صنع القرار وإرادة التغيير، وفقا على الأقل ليس فقط لديك فرصة تاريخية أن تضع بصمتك الوطنية في إطار الوطن اليمني الموحد، وعليك أن تتخلص من جلباب نائب الرئيس الذي كان يعني دائما ما يقص الشريط. فأنا على ثقة أن شبابنا أيضا قد منحوك أيضا إلى جانب، وأنا ما لفت نظري في ساحة التغيير في صنعاء، من جامعة صنعاء، أن صور الرئيس موجودة في هذا المعنى. أعتقد أن الشباب أيضا قد منحوك ثقتهم كي تكون يعني مثابة حجرة بناء للانتقال من هذه المرحلة التي يريد صالح وبقاياه إلى أن نعيش فيها في عدم استقرار سياسي وفي فرق سياسي، أن تؤدي دورك كرئيس لكل اليمنيين. لكن استنادا إلى ما فعلته الحكومة خلال الفترة الماضية، يعني هل يمكن أن نعول على هذه الحكومة وعلى الرئيس هادي في المضي قدما، خصوصا أن الحل الوحيد الآن المتروك في تحقيق أهداف الثورة، بقية أهداف الثورة؟ أستطيع أن أقول بكل وضوح أن حكومة ما عرف بالحكومة التوافق الوطني ليست مؤهلة لأن تحقق أهداف الثورة اليمنية، لأن مكونها مكون صحيح أن بعض الوزراء 50% منها جاءوا افترض أنهم ثوريون، يعني أنهم على الأقل مخرجات ساحة التغيير وهذه الحرية، والنصف الآخر هو أقرب إلى النظام السابق. وبالتالي أتمنى يعني أن يحصل توافق بحيث ننتقل بالوطن اليمني من هذه المرحلة إلى مرحلة أفضل، لكن لا أستطيع أن أصل الاستنتاج أن هذه الحكومة التوافقية هي حكومة مؤقتة حتى من حيث المهام، كما قلت يعني هي مرحلة يعني انتقالية ثانية، خلال سنتين سيتم يعني العقد مؤتمر وطني وصياغة الدستور ولجنة وحوار وطني وقضاء إلى آخره. هذه من ضمن أهداف الثورة، لماذا لا تراها مؤهلة بينما هي مقدمة على هذه النقاط التي تعد من أهم أهداف الثورة؟ وفي هذا السياق دعني أقول بوضوح، كنت أتمنى أن لا يكون المجلس الوطني الذي هو القوة الثورة الشبابية الشعبية من ضمن من وقعوا على المبادرة الخليجية، كنت أتمنى أن يكون المشترك وشركاء مثلا أو إلى آخره. أعتقد يعني أنا كما قلت أولا مهام المبادرة الخليجية والتنفيذية قد كبلت هذه الحكومة،
هي حكومة توافقية كما قلت، حتى صحيح أن الآراء بالتوافق يعني قراراتها توافقية، حتى المجلس النواب بالتوافق، حتى المرشح الرئاسي كان بالتوافق. التوافق إذا لم يكن مرحلة لتحقيق أهداف كبرى، أنا ما أخشى أنه مرحلة التوافق أن تصل إلى مرحلة انسداد وتتحول إلى مرحلة ما يمكن أن نسميه، أنا هنا لا أتشائم، مرحلة تلفيق، لأنه من خلال ما نسمع مثلا الطرف الآخر في الحكومة الوفاق يهدد بسحب وزرائه، يعني يقطع الطريق في صنعاء الحديدة، يعني يحدث نوع من يعني إحياء فزاعة القاعدة إلى آخره. كيف يمكن للشباب في هذه المرحلة أو في هذه في هذا الوضع أن يدفعوا بحكومة الوفاق أو أن يساندوا، إن صح التعبير أو نقول أن يرغموا حكومة الوفاق والرئيس هادي على تحقيق بقية أهداف الثورة؟ هل يمكن أن نعيش مثلا زخم ثوري جديد بعيد عن السياسة؟ كيف؟ نعم، أعتقد أنه على شبابنا أن يسيروا في مسارين. إذا كان بعض شبابنا وشاباتنا قد اقتنعوا بالمبادرة الخليجية وصوتوا، والتصويت هنا ليس حبا في يعني ربما يكون حبا في القادم، ولكنه كراهية بالماضي بالسابق، يعني في هذا السياق عليهم أولا أن لا يأخذوا موقفا سلبيا من المسار السياسي. أنا هنا لا أطالب من شبابنا وشاباتنا أن يأخذوا موقفا سلبيا من المسار السياسي، لكن عليهم أن يتذكروا أنهم ثائرون وثائرات. وفي هذا السياق أيضا أحذر وأنبه من يمثلون الثورة في الحكومة التوافقية، عليهم أن لا يكونوا ميالين لتحويل ساحات التغيير ومادي الحرية كورقة ضغط يعني لأهداف جزئية في المسار السياسي. علينا أن نضع ساحات التغيير ومادي الحرية وثورتنا كهدف استراتيجي، كمرجعية برضه. يعني كمرجعية وكهدف استراتيجي، بمعنى أننا لأنه إشكاليتنا في الحوارات كانت كثيرة في اليمن في الحياة السياسية اليمنية، وما خرج شبابنا لساحة التغيير ومادي الحرية إلا عندما تعطل الحوار وكان هناك باتجاه التأبيد وما يسمى بكل العداد إلى آخره. فأعتقد أن على شبابنا أيضا أن يتذكروا أنهم ثائرون وثائرات وليسوا أيضا انتحاريين أو انتحاريات، ولكن عليهم أيضا أن لا يكونوا أداة ضيعة بيد المسار السياسي أو بيد حكومة الوفاق الوطني. حكومة الوفاق الوطني عليها أن تحقق أهدافها. أنا قلت لن تستطيع أن تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة لأنها جاءت وفق صيغة توافقية وفق المبادرة الخليجية وآلتها التنفيذية التي هي أقرب إلى مفهوم الإصلاح السياسي لأقل الكلفة منه إلى تحقيق ثورة. وهنا نتحدث أخي خطاب أنه من ضمن التحديات أيضا أنها أن ثورتنا وجدت في بيئة غير ثورية، يعني خاصة المحيط الإقليمي يعني متوجس من مفهوم الثورة. نتمنى على الذين حتى يدفعون في إطار الإصلاح السياسي، حتى الطرف الآخر المؤتمر الشعبي العام ويفترض من يسمى بحلفائي أن يكونوا أوفياء لمفهوم تعريفهم للأزمة. الأزمة أنك تخرج من أزمة حقيقية، لا يكفي أن تعترف أن هناك فساد. البعض عندما تحاورهم يقول لك هي أزمة وقد اعترفنا بالفساد، لا يكفي أن تعترف بالفساد جدا، عليك أن تحارب الفساد. فإشكاليتنا هنا أن المبادرة أن حكومة الوفاق الوطني أهدافها وظائفها محدودة في مرحلة زمنية انتقالية ليست، وأيضا من ضمن التحديات، وأنا هنا أحذر وأنبه انتقال ثورتنا إلى مرحلة الانتقالية قبل أن يعني تحقق أهدافها، أعتقد أنها ستحول بالفعل ثورتنا إلى أن تتدثر برداء الإصلاح السياسي وليس لتحقيق أهدافنا الثورية. طيب دعني أتوقف أيضا مع اتصال هاتفي من العميد الركن عبد السلام العلياني وهو عضو اللجنة العسكرية بمحافظة تعز. مرحبا بك سيادة العميد. نحن الآن اليوم كما نعرف نعيش الذكرى الأولى لانضمام الجيش المؤيد، جزء من المؤسسة العسكرية كجيش مؤيد للثورة. ماذا يعني لكم هذا اليوم؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. وبالنسبة لهذا اليوم، هذا يوم تاريخي، يوم فاصل، بالذات عندما ننظر إلى إخواننا في سوريا، في ليبيا، في ما حصل لهم في ليبيا في سوريا. يعني كان يوم تاريخي بالنسبة لانضمام الجيش الحر إلى في يوم 21 مارس، وإعلان اللواء الركن علي مسعود صالح حفظه الله انضمامه وتأييده للثورة السلمية. كان يوم فارق في حياة اليمني كلها وفي حياة الشعب اليمني، حيث كان ذلك اليوم هو مثابة الحفاظ على دماء اليمنيين وعلى كرامتهم. لأننا نلاحظ في الفترة هذه يعني عندما لا يكون هناك تكافؤ بالذات في المنطقة العربية والحكم الدكتاتوري المنتشر والذي انتشر كالهذين في الأمة العربية، يعني لا يريد أن يتخلوا عن السلطة إلا بعد دماء تسفك. شوف رأينا ذلك في ليبيا ونراه الآن في سوريا.
ولكن النتيجة واحدة وهي التخلي عن السلطة رغم يعني رضا أو صميم يعني بالقوة أو وكان الأفضل أن يتخلوا عنها طبعا، ولكن ذلك لم يحصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكتمل هذه الثورة التي انضم إليها أكثر من نصف الجيش اليمني، أكثر من ثلثي الجيش اليمني انضم إلى الثورة، وبطل المناطق كلها مع يعني ربما مع منطقة واحدة اللي كانت المنطقة الجنوبية التي لم تضم إلى الثورة. ومع الانضمام هذا كله كان هناك يعني مع ذلك وجود من يعتدي على المتظاهرين ومن يسفك دماءهم، لكن لم يكن كما نلاحظه الآن في سوريا ولم كما رأيناه في ليبيا. يعني كان المنظم للثورة هو قطاع الأمان وهو الذي أعطى للشعب اليمني حريته وكرامته، حيث كان يعني أعطى توازن في القوى، إضافة إلى ذلك أن الشعب اليمني مسلح ومع ذلك ضبط نفسه ولم يستخدم سلاحه، وكان يكفي أن يجد توازن في الجيش بحيث لا تزدك أعراض اليمنيين ولا تسفك دماءهم بالصورة المفجعة رغم ما حصل. طيب ما الرسالة التي تحب أن توجهها بهذه المناسبة؟ يعني لي كلمة أوجهها في هذه المناسبة، يعني أشكر كل من انضم إلى الثورة، ثورة الشعب، ثورة المواطن اليمني، هذه الثورة التي انطلقت من المساكين من الضعفاء. يعني نوجه لهم الشكر الجزيل ونوجه الشكر للشهداء، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يترحم على الشهداء الثورة وأن يصبر له الشهداء، وأن نصبر في مستقبلنا أن نكافئ أو نعطيهم جزء من المكافأة لأهالي وأسر الشهداء وعائلتهم يعني في المرحلة القادمة. أشكرك سيادة العميد الركن عبد السلام العلياني عضو اللجنة العسكرية في محافظة تعز، أشكرك على هذه المداخلة. أعود إليك الدكتور، لعل ما يدور الآن في الساحة هو نقطة إعادة هيكلة الجيش، كيف تنظر إلى هذه النقطة وما وجهة نظرك حول الموضوع؟ نعم، الآن مرفوع أو مطروح ما يسمى بإعادة هيكلة الجيش. أعتقد أن هذه الهيكلة، طبعا لن أتحدث كمتخصص عسكري في هذا الإطار، بس بالفعل ثورتنا كشفت يعني مواطن ضعف المؤسسة العسكرية. إذا كنا من الهدف الثاني من أهداف ثورة سبتمبر 1962 نتحدث عن بناء جيش وطني قوي لحراسة مكاسب الثورة وحمايتها في هذا السياق، نكتشف أن المؤسسة العسكرية للأسف هناك محاور السطو عليها وتسليح الحرس العالي في هذا السياق. أعتقد علينا أن نضع هذا المفهوم في سياقه ومكانه الطبيعي، بمعنى الهيكلة كمفهوم عام علينا أن نعيد بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، بحيث توجد مؤسسة عسكرية وأمنية تدافع عن أمن المواطن داخليا وسيادة الوطن واستقلاله خارجيا. لكن دعني أقول هنا، أتحدث المسكوت عنه أو غير المعلن، أن يعني من ضمن المعوقات التي أو التحديات التي واجهت ثورتنا أن لدينا ما عرف بالحرس العائلي بيدهم أحدث الأسلحة وأيديهم على الزناد، وبالتالي البعض يختزل هذا المفهوم في يعني إزاحة، ولا نحن لا ضير من أن نعلن أن من أهداف ثورتنا وهي إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، وبالتالي إزاحة أقرباء الحاكم الذي ما يزال يهدد ويتوعد باستخدام يعني بعض مؤسسات الجيش كمخرج ضد هذه. نعم، ما الذي يعيق إعادة تشكيل الجيش؟ يعني نحن الآن تقريبا شهر والثوار يطالبون بهذا المطلب، وكذلك كان من ضمن البدل الخارجية، لكن حتى الآن لم يستطع حتى الرئيس أن يصدر قرار بإقالة محمد صالح الأحمر الذي يعتصم أحرار القوات الجوية منذ أكثر من شهرين. نعم، ولهذا أقول الحديث المسكوت عنه أن ما بطأ بالانتصار أو الحسم الثوري أن لدينا خصوم كما قلت أيديهم على الزناد وأحدث الأسلحة، وبالتالي المقصود هنا على أن الرئيس الحالي أن يتخذ القرارات كما قلت، وأن لا يكون محتبس الإرادة، وأن يمارس مهامه كقائد أعلى للقوات المسلحة في الوطن اليمني. الخشية هنا والمسكوت عنه أن بقايا الحاكم ينظرون إلى الحرس العائلي أنه يعني هو ما بقي لهم في أن يستمروا يعني في هذا السياق، وبالتالي هم
يعني سيرفضون مفهوم الهيكلة إذا كان معناها بالمفهوم الضيق يعني إزاحة القيادات أو أقرباء الحاكم السابق. هل تتوقع أن ينجح هادي في هذه الجزئية؟ والله أنا أتمنى أن يثبت لنا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أنه بالفعل رئيس الكل اليمنيين، أنه يعني يمتلك الإرادة السياسية والإرادة العسكرية في أن يبدأ يقنع اليمنيين واليمنيات، يعني أن يبدأ أن يدشن مفهوم الهيكلة على الأقل كبداية، يعني أننا نوجد مؤسسة عسكرية. خطوات أولى أننا نحول المؤسسة العسكرية والأمنية بدلا منها منقسمة ابتداء، وأيضا يعني بيد بقايا النظام للأسف وجودها يهدد بها ويستخدم أحدث الأسلحة، علينا أن نوجد قرارات تعبر عن إرادة يعني الذين خرجوا أمام منزله وفي الميدان وفي الساحات التي يتظاهرون فيها. وبالتالي أنا هنا أتمنى على الرئيس عبد ربه هادي منصور أو عبد ربه منصور هادي، لاحظ معنا أيضا لأنه غاب كثيرا اسمه والآن للثورة الشباب لا مشكلة الفضل في أنها قد حضر الأضواء، أن يؤدي دوره كقائد على القوات المسلحة وكرئيس، وأن يتخذ القرارات الحاسمة خاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية. طيب دكتور، يعني نعود إلى إلى إلى, إلى قضية البادرة الخليجية. تكلمت عن حالة التوافق الوطني بأنها غير مؤهلة لتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وهناك أيضا الآن عوائق يعني تعيق تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية. هل إذا ما نفذت هذه البنود كما أريد لها أن تنفذ يمكن أن تحقق بقية أهداف الثورة الشبابية السلمية؟ أنا أريد أن أضع خطا فاصلا بين أهداف المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وبين أهداف ثورة الشبابية الشعبية السلمية، لكنها يعني هي جاءت وأقول بكل وضوح هي جاءت. نعم. هذه المبادرة، أريد فقط أن أتذكر موقف السفير من سفراء دول الخليج، قال إحنا مطالبه شباب الثورة، وكنت في ذلك الوقت أستمع إليه ويقول كانوا يطالبونه بالاعتراف بالثورة، قال أنا يعني أعترف بمطالبكم، هل علي فقط أن أقول هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية أم تريدون تحقيق المطالب؟ هل تريدون اعتراف أم تحقيق المطالب؟ فقلنا تحقيق المطالب، حينها قال هذه المبادرة تحقق مطالبكم، يعني وكما نصت فعلا يعني الأهداف المعلنة كما أعلنتوها أنتم أيضا في اللجنة التنظيمية، إزاحة علي عبد الله صالح، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، أيضا النقطة الثالثة هي الحوار الوطني. ما زلت مصر على أن المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية تعين أن تسكن في إطار إيجاد استقرار سياسي في إطار مفهوم الإصلاح السياسي وليس في إطار مفهوم الثورة، ولهذا كان تحفظنا وتحفظات شبابنا وشاباتنا في ساحة التغيير وميدان الحرية أنها حولت ثورتنا أو تعاملت مع ثورتنا كأزمة. صحيح كما قلت أرادت أن تحقق تغيير سياسي جزئي في إطار كما قلنا أقل كلفة، هي صحيح إذا كانت قد تنحت علي عبد الله صالح في إطار المبادرة، ولكنها أيضا قد منحته حصانة إذا كانت تحدثت عن الهيكلة في هذا السياق، لكن هيكلة بمعنى جزئي. طبعا أنا أريد أن أقول أنه أي وثيقة إذا لم يوجد نوع من التوازن في إطار التنفيذ، يعني مرحلة الوفاق الوطني لابد أن تسيج بالأمن والاستقرار والقيام بالمهام الأساسية. إشكاليتنا أيضا وهذا ما أخشاه أن ما يزال أطراف المبادرة الخليجية وخاصة الحكومة الوفاق الوطني ما يزالوا أيضا منتظرين من الخارج كي يحقق لهم يعني بنود المبادرة، لأنه هناك خطوات عجز الحكومة الوفاق الوطني أن تحققها. نعم بالضبط. دكتور يعني أنتقل لمحور آخر، يعني أو بمعنى أصح في إطار الإعاقات التي يعني تعيق هذه المبادرة، كيف تنظر أيضا إلى وجود علي عبد الله صالح في اليمن، وقد رأيت أيضا الاستفزاز الذي أراد أن يستفز به الثوار وقال أنها ثورة بلاطجة، ظهوره به في هذه الفترة كيف تنظر إليه؟ هل يعيق مثلا؟ أعتقد يعني أنا مع الذين يقولون أن علي عبد الله الصالح بات من الماضي أو غدا من الماضي، بمعنى وكثيرا ما كان يتحدث عن، وفي هذا السياق أقول يعني كنت أتمنى أن يجد في علي عبد الله الصالح مستشفى يتعالج فيه رئيس الدولة من الحروق التي أصيب بها، أو يتعالج فيه شبابنا. فللأسف هذا الرجل كان مشبعا بالمقولة التي كان يرددها أن الحكم في اليمن كالرقص على رؤوس الثعابين، ثعبن علينا حياتنا اليمنية السياسية وصورت الشعب اليمني إلى ثعابين، يعني رقص كثيرا على رؤوس يعني ما سمى بالثعابين، ولكنه أيضا يعني لم يعني ينجح في دوره كحاول لهذه ما سمى بالثعابين.
وبالتالي أنا أعتقد يعني عندما تتحدث ويتحدثون أنه ظهر فجأة يتحدث عن أن الثورة اليمنية ثورة بلاطجية، أعتقد هنا سأستدعي بعض مفاهيم علم النفس أنه يمر بمرحلة انكسار نفسي بالفعل، ومرحلة ما نسميها التعويض النفسي. أنا فهمت السياق أو عبارتي فهمته في إطار أنه يريد أن يقول أن الثورة قد قضت على بلاطجيتي في هذا السياق. بلاطجيته هو له، إذا كان حسني مبارك صاحب اختراع البلطجية في مصر، فعلي عبد الله الصالح هو صاحب اختراع البلاطجة البلطجية في اليمن أو البلاطجة في هذا السياق. وبالتالي أنا فهمتها على أنه يريد أن يقول أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية قد نجحت في إحباط يعني بلاطجته هو، وبالتالي أعتقد يتعين علينا أن لا نتوقف كثيرا أمام تصريحاته، لأنه يعيش مرحلة يعني ما الذي ننتظره من شخص كان يسعى إلى تأبيد السلطة وتمديدها وقلع العداد والتبرويث، ثم يأتي الشعب ويخلع هذا الحاكم؟ أعتقد أننا يتعين أن نتوقف كثيرا أمام تصريحاته، لكن بشرط علينا أن نحذر أنه ما يزال لديه بعض الأدوات يحركها، وخاصة يعني إذا تم الإبطاء في هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وإذا استمر بعض أفراد عائلته على رأس هذه المؤسسات أو على رأس هذه الوحدات، ستكون يعني تشكل ضررا واضحا لثورتنا ستعيق التغيير. دكتور، يعني الوقت حقيقة يداهمنا ولدينا نقاط كثيرة، لكن وفي الدقائق الأخيرة نريد أن نسمع منك ما مستقبل الساحات في ظل مرحلة التوافق، وفي ظل أيضا عدم تنفيذ بقية أهداف الثورة. وأنت حقيقة ذكرت لي قبل البرنامج وقلت بأن الساحة الآن غير الساحة سابقا، برأيك ما الذي يمكن أن نفعله حتى نعيد بريق الساحات؟ وهل للساحات أيضا حاليا ضرورة؟ نعم، ساحات التغيير وهذه الحرية، عندما كنا نتحدث في بداية نزولنا إلى هذه الساحات والميادين كنا نقول أنها كانت تجسد الوطن المنشود نتنسم فيها الحرية والمساواة والعدالة والتحرر من ثقافة الخوف. وأريد أن أقول أن بحكم التعريف ساحات اسمها ساحة التغيير، وبالتالي عليها أن تظل كساحات للتغيير، وميادين للحرية عليها أن تظل أيضا ميادين للحرية. أعتقد يعني أنها تحتضن هذه الساحات، ساحات التغيير وميادين الحرية، شبابا وشابات ثائرين وثائرات أيضا يتملكهم الطهر الثوري. لكن أنا هنا أنبه إلى أن المسار السياسي قد أضر أحيانا أنه يستدعي هذه الساحات كمعلنة لوجود ثورة وليس يعني صانعة للفعل الثوري. وبالتالي أنا هنا أنبه شبابنا وأنبه شركائنا في الثورة أن عليكم يعني أن تنظروا إلى هذه إلى ساحات التغيير وهذه الحرية وفعالياتها أنها يتعين أو ينبغي أن تكون حاضنة للفعل الثوري، بل مصدرة له، منتجة له ومصدرة له، حتى في إطار مفهوم التصعيد الثوري يتعين أن لا يطر يعني يظل في إطار يعني المسيرات فقط. لكن تحرك الساحات سيفسد العمل السياسي تماما أو سيفسد مرحلة التوافق، وبالتالي إعادة الناس إلى المربع الأول، هكذا يقول الآخرون يعني. لا أعتقد أنه إذا كان هنا سأرفع حق نقد من وجهة نظري أو الفيتو جاء أن يعني أن يطغى السياسي أو المسار السياسي على المسار الثوري. كما قلت بحكم المسمى هذه الساحات تحتضن ثائرين وثائرات، ويعني أعتقد أن أنا مدرك تماما أن ساحات التغيير وميادين الحرية هي جغرافيا هي ليست مكان ملائم للسكن. وبالتالي أنا هنا في هذا السياق أطالب من ثائرين وثائراتنا أن يعيدوا تعريفهم مفهوم التصعيد الثوري، ليس فقط في ساحات التغيير وميادين الحرية، وإنما أن يحدث تأثير وتأثر بين هذه الساحات، وأن يكون الشاب الثوري أو الشابة الثورية أن يعني يقوم بنشر التنوير الثوري أو الثقافة الثورية على مستوى الجامعة، على مستوى المدرسة، على مستوى فئات المجتمع. وبالتالي رفع الساحات. لا أنا لست معرف الساحات. بقاء الساحات التغيير وميادين الحرية هي الضمان الحقيقي، على الأقل إذا لم تكن صانعة للفعل الثوري فهي معلنة له، بمعنى أنا لست مع ولهذا يمكن أن نفهم يعني تحريك ورقة إنه الساحات معيقة إلى آخره للجانب المواصلات إلى آخره. أنا ما زلت مصر على أن ساحات التغيير وهذه الحرية على الأقل إذا تخلت عن دورها في صنع الفعل الثوري وتصديره على الأقل تظل معلنة، لأن هناك استمرار ثورة ووجوده كما قلت، لكن لا ضير أن شبابنا وشابات أن يتحركوا من هذه الساحات يعني ذهابا وإيابا في إطار يعني تحقيق أهداف الثورة. دكتور، يعني باختصار، ما الرسالة التي تحب أن توجهها لشركاء الحكم
ولك المشترك أو المجلس الوطني. نعم، بالنسبة للمجلس الوطني أنا هنا أذكر أنني عضو في المجلس الوطني، وأقول أذكر الزملاء في المجلس الوطني أن من أهداف أو توجهات مجلسنا الوطني الذي توافقنا عليه أن هناك أولوية للفعل الثوري على الفعل السياسي، ولكن ما أخشى أنه يتحول مجلس وطني للعمل السياسي ويتم نسيان الفعل الثوري. وبالتالي أنا هنا أطالب بتفعيل يعني ما اتفقنا عليه. بالنسبة يعني للشركاء ما في إطار المرحلة الحكومة الوفاق الوطني عليهم أن كما قلت أن يكونوا أوفياء لشبابنا وشاباتنا، وعليهم أيضا أن يعني على الأقل إذا لم يستطوا أن يمثلوا يعني ساحات التغيير مادي الحرية عليهم أن يكاشفوا شبابنا، وعليهم أيضا أن يرفعوا أيديهم يعني عن ساحات التغيير مادي الحرية إذا لم يستطيعوا كما قلت أن يكون مسارهم السياسي رافدا للعمل الثوري. أشكرك، أشكرك دكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء وأحد جرح الثورة وعضو اللجنة التنظيمية والمجلس الوطني، أشكرك على حضورك معنا وسعيد أيضا بتواجدك معنا. أشكركم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم، وألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله من منبر الثورة. إلى اللقاء.